واحد من كبار الاستشاريين ورؤساء التنفيذيين الخبراء في مجال الموارد البشرية والتخطيط وإعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. في الأصل خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة، لكن بعدها حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال. صمم ونفذ أكثر من 60 عملية إعادة هيكلة شاملة في شركات مصرية وعربية وإقليمية. شارك في تصميم المشروع القومي الخاص بتأهيل الشباب للقيادة. خالد حبيب حالة خاصة واستثنائية جداً من الموهبة، موهبة معجونة بالرغبة الشديدة في التأثير والسرعة الشديدة والتنقل المحسوب بخطوات سريعة ومؤثرة. هو خالد حبيب، اسمه علامته التجارية. دكتور خالد حبيب، حبيب الملايين يعني. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. مشهور عنك ثلاث حاجات، وانا النهارده بعد ما اشكرك على دعوتك لينا يعني. لا نورني. عايز اقول لك انت مشهور عنك ثلاث حاجات. اول حاجه السرعه، الانجاز، وعدم التنازل عن مبادئ كتير ساعات بتغيب عن الناس بسبب السرعه. تسمح لي ان احكي في كل طبعا نتكلم في كل حاجه. احنا عايزين نطلع قماش. أيوة، بقول انا عايز اطلع قماش. انت راجل بتحب تطلع قماش. بالظبط. عمرك حسيت انه السرعه بتاعتك او احساسك انك عايز تخلص حاجات كتير في نفس الوقت خليتك تعمل حاجات بكفاءه اقل او لخبطتك او اثرت عليك؟ عمري دايما باجي على نفسي، بس لازم اطلع القماش. وحطيت قاعده كده ان انا لازم اكمل العمل لغايه اخره. اوكي. مهما اتعورت يمين ولا شمال هعمله صح. وتعلمت دايما اقول للناس حاجه اسمها ديسكليمر كده، اقول له انا على فكره هسلمها لك مش كامله النهارده، بس هظبطها وبكره تبقى كامله، بعد بكره تبقى احسن، وهكذا. طيب، التعدد المسؤوليات، كونك بتعمل حاجات كتير في نفس الوقت وعندك اهتمامات كتير ومحافظ عليها كلها، بتعملوها ازاي دي؟ بصي، هي فيها اكتر من حاجه. اول حاجه بتكلمي على طبيعه بشريه، كل واحد عارف طبيعته وعارف، دي نقطه مهمه قوي. كنا بنتكلم قبل التصوير، الوعي والادراك. فانا عارف نظامي، انا عامل زي بطوط بتاع ميكي، حماسي جدا وسخن جدا. فبقول للناس في بدايه كل حوار على فكره انا سخن قوي. وده يخليني اسالك الحاجه الاخير، فيش وقت بيضيع؟ مفيش يوم بتقول انا عايز افصل النهارده؟ هل ده اصلا صحي؟ انا كل يوم في حياتي بعمل كده. فانا زي ما شفتي الصبحيه، في ساعه لقلبك وساعه لربك، فبراعي ربنا قد ما اقدر. الصلاه والحاجات دي بعملها، بلعب رياضه ديلي بيس كل يوم، يا اما بتمشى لجسمك ولصحتك. انا عندي، انت عارفه، انا عديت في حادث وتاني حوادث موت كلها، والحمد لله الواحد يعني صامت، بس ايه، بالرياضه بتحركني. العيله لازم، مع مراتي ولادي واختي، بتطمن عليهم كل يوم، بتعلم كل يوم، عايز اتعلم حاجه جديده، لازم اقرا حاجات جديده، اشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا ولا كده، لازم انجز اشتغل. انا كل يوم ساعه لقلبك وساعه لربك وصحتك واهلك وحياتك وشغلك، كل يوم هعملها. فلازم التوازن، ما ينفعش احنا نلغي حاجه من الحاجات دي. وده بيخليني عايز اسالك، ما بتحسش انه عايز احيانا او بتتعصب وتتنرفز لانك شخص منجز، بتتعصب وتنرفز من الناس البطيئه؟ هو كل حد ليه طبيعته وليه قدرته. في بعض الناس هو ما بيعملش الا حاجه واحده بس، بيتالق فيها وبينجح فيها بشكل كويس جدا جدا جدا، ودي قدرته ومتعته كمان. في ناس ثانيه تقلق قوي لو بتعمل اكتر من حاجه في اليوم. عايزه اكمل واسالك في شويه حاجات ليها دعوه بالشغلانه. انت عملت او قدمت لنا نموذج، لانه التنميه البشريه اللي احنا احيانا اتخضينا منها وقفلنا بصراحه منها، طلعت بتطلع قماش بحسب طبعًا التعبير طبعًا بتاعك طبعًا. فينفع تعزمنا كده على القهوه واحنا قاعدين ونكمل كلامنا؟ انت بتكلمنا عن تعدد المهام، وكمان عن ان احنا نتحمل لو في فرق في القدرات بيننا وبين بعض. بيخليني افتكر ان لازم اسالك، انه احيانا، ودي جمله سمعتها من ناس كتير، يقولوا لي انه ساعات الناس اللي ناجحه قوي دي او المثاليه زي ما احنا متخيلين يعني بتحبطنا مش بتشجعنا. موافق على الجمله دي؟ المثالي هو الطبيعي الواقعي، وتشجيع بيجي من هو طبيعي، بيعترف انه وقع مره واثنين وثلاثه وغلط. يعني انا اول كتاب ليا اللي هو الثمره سته كان 50 قصه، وانا بكتبه كنت فاكر ان انا عايز يعني اشرك العالم في خبراتي العظيمه، لكن كل ما اقرا قصه بعد ما كتبتها، ايه ده، انت كنت فضيحه، ده انت لبخت، ده انت غلطت. بس على الاقل عندي القدره ان انا اعترف وارفع ايدي اقول انا اسف يا جماعه انا غلطت. فاعتقادي المثاليه هي قمه الطبيعيه، انك تكون حقيقي. واعتقادي ده اللي بيبقى دافع ناس كتير جدا ان هي تتحسن، يعني مش انك تكون ما بتغلطش. لا خالص، مفيش حد ما بيغلطش. طب بتقول عن نفسك حاجه بتعجبني انا شخصيا، لما بتقول مفيش حاجه في حياتي حصلت بسهوله. بنحس بقيمه الحاجات قوي لما نتعب فيها. حاجه بتيجي سهله دايما، ما ده طبيعي، ده العادي بتاعي، ومش عادي بتاعك خالص، انت لا تستحق حاجه لوحدك خالص. ف
بنتعلم من كده كمان يعني. وإيه رأيك في الناس اللي لما ما بتجيش من أول مرة بيقسوا وبيحسوا إن الدنيا كلها ضده؟ برضو بقول طبيعي واقع. أنا عايز أقول لك الحادثة الأولى بتاعتي، الحادثة الأولى كانت 2005. قبليها كنت عندي إحساس رهيب بالإحباط واليأس، واتظلمت في كده ومش عارف ضاع عليا إيه وأستحق أكون أعلى وأعلى. حصل حادث خرجت منه بمعجزة إن أنا لسه عايش، وكأن الحادثة دي قالت لك وقف كل حاجة بقى، الدنيا وقفت بالظبط. هي دي كلمة دي أنا فاكر يومها، حتى الدكتور بيقول لي إيدك الشمال ورجلك الشمال مش هيشتغلوا تاني، انسى خلاص. أنا متخيلة واقع حاجة زي كده على حد زيك. الحياة وقفت، وبعدين فجأة إيه ده أنا كنت مهتم بإيه؟ ده أنا كنت قلقان من إيه؟ يوم لما إيدي الشمال لمست وشي تاني كنت ببكي. ومن يومها كان أكبر درس في حياتي إن أنا أتعلم أقدر قيمة الأشياء الصغيرة في الحياة. من ساعتها بقى خلاص كل اليأس من أي حاجة هتيجي، هتخبط مرة والتانية والتالتة، هحاول مرة رابعة، ما مجاتش خالص يبقى ربنا مش رايد، كله مكتوب، بس أنا هعمل أقصى ما عندي بقى، ده الأساس عندي. عملتها إزاي إنك تغير مش بس الكارير وتغير شغلانات وأماكن كتير؟ ما كانش فيه إحساس كده عاطفي كل مرة بيربطك تفضل في الحتة الأمان؟ أنا أكتر حتة استمتعت بيها عاطفياً هي لحظة الاستقالة، بتبقى جميلة جميلة قوي قوي، تحس بعديها يس أنا حر النهاردة. أنت عارف في موضة دلوقتي اسمها سيلفي الاستقالة؟ أيوة كله بيستقيل ياخد سيلفي. أنا زمان عملتها من أيام ما كانش فيه سيلفي قبل السيلفي. أيوة بس كنت بتحس راحة، وأول 24 ساعة راحة زي الفل، وبعدين بعد كده أروح فين بقى؟ ندم بقى وعملنا كده ليه؟ مش ندم، بس أنا عايز أقول لك هو الأساس في التغييرات دي كلها، أولاً ما حدش يقدر يخطط. اشتغلت مهندس مبيعات، بهدلت لقيت نفسي ما طلعش قماش، واللي جنبي راجل لا يقرا ولا يكتب ما طلع نتائج احسن مني. قلت لا لازم انجح. هنا بقى تخش حته بقى ايه الاراده، تحدي بقى لازم. مش هطلع فاشل يعني. لقيت عندي وقت فاضي، تبان بقى الطبيعه الشخصيه. طب عايز اعمل حاجه تانية، بعت تايم شير. لقيت عندي وقت فاضي، بحب الاذاعه، اتفرجت على فيلم جميل اللي هو بتاع جود مورنينج فيتنام بتاع روبن ويليامز. الراجل كان بيروح يغير المود بتاع الناس كلها ويبسطهم. قلت انا عايز اعمل كده. اول لما الاقي نفسي في اي حاجه مش بعملها كويس او مش مستمتع بيها او الرساله مش واصله كامله وقفت على طول. اول ما جيت هنا الصبح وانا بسلم عليك كده، اول ما جينا قلت لك انت بالنسبه لي كبير شغلانه في الهيكله والاتش ار، ربنا يخليك. ولاننا في شغل عالي بندور على ثقافه عمل جديده وبيئه عمل جديده، عايز اسالك بكل خبراتك الشخصيه دي، شايف ايه اكبر عيوبنا في مصر؟ ليه احنا دايما محبطين من بعض في الشغل؟ طيب هو في اسباب كتيره جدا. اولها دايما، ودي يعني عقدتي في الحياه ببدا بيها اي محاضره او اي شغل في حياتي، الوعي والادراك. ان احنا كلنا دايما بنحاول نهرب، بنعمل موضوع الانكار ده، احنا جامدين قوي مفيش احسن من كده. فاول حاجه دايما عايزين ناخدها بشكل، لو حد جالي بيقول لي انا احسن واحد في العالم اقول له انت لا تصلح خالص وبكسره. اللي يجي لي طبيعي في النص ده انا بعمل حاجات كويسه وحاجات مش مظبوط، تعال نتكلم بقى ده الطبيعي. فاحنا عايزين نتقبل ان احنا طبيعيين. فاول حاجه الوعي والادراك. تاني حاجة، ودي كانت غايبة عننا بقى لنا مدة طويلة جدا، ان احنا ما عندناش دايركشن، ما عندناش توجه. احنا ما نعرفش احنا عايزين نروح فين، غياب الاهداف مشكلة كبيرة. نمرة ثلاثة، واحنا كنا بنتكلم فيها قبل ما نبدا، الثقافة بقى والبيئة المحيطة بينا. والبيئة دي بتتخلق ازاي؟ ان احنا بنخلق حاجة حتى في الاورجنايزيشن، شركات بنسميهم اورجنايزيشن هيروز، ابطال المؤسسة. مين الشخص اللي انا اشوفه اقول ده مثل اعلى عايز اعمل زيه؟ مين اللي بيتدرس؟ يعني انت شايف انه تمكين الشاطرين طبعا مسؤولية المؤسسات بقى، مش مسؤولية المؤسسات بس. دايما بيقولوا التغيير الحقيقي، احنا عندنا من اكتر الحاجات اللي بتغير في اي مؤسسة دلوقتي حاجة اسمها التأثير دون سلطة، influence without authority. التأثير الحقيقي من حد بيعمل حاجة طبيعية كويسة على الارض، الناس بتقلده، وكل واحد عنده حاجة بنسميها دوائر التأثير. والفريق الجميل اللي معانا النهارده مجرد واحد هيعمل حاجة صح، العشرة اللي حواليه شافوه ولما سألوه عملتها ليه هيقول لهم عشان كذا وكذا، هو فاهم بيبدأ التغيير. بأي حتة عايز اسألك عليها، ودي حاجة انا بشوفها في ثقافتنا ومعرفش انت اتغلبت عليها ازاي في المؤسسات اللي اشتغلت فيها، الصعبانيات. يعني انا حاسس اني بشتغل بفلوس قليل وواخد فرصة اقل من قيمتي، انا شايف نفسي دايما احسن واشطر. وشايف ان انا محطوط في مكان مع ناس مش مناسبين. احنا عندنا شوية حاجات منورة حوالينا طول الوقت مش راضين عنها، وبصراحة جزء منها حقيقي. دايما بقينا نقول للناس اولا ما تبصش لغيرك، ثانيا لو انت عملت كل ما عليك وحطيت طاقتك كلها هتبان قدام الاتش ار والناس وهيعلوك. فقبل ما تقعد تعيط وشمعنا وانا ولا وبس واصل ومش عارف ايه، احنا بنعمل شغل دايما في شغلي مع ناس، اي حد يقول اي كلمه من الكلام ده بيدفع 25 جنيه الشهر الاولاني، يكون معايا 10000 جنيه بعد كده كله اخر ادرس خلاص بقى اشتغل يا ابني. يعني قبل ما نتكلم في فلوس نوري ندي اول قماش وريني بس ساعتها انت مش هتحتاج تتكلم في الفلوس. حلو. ليه دايما بيقولوا الاتش ار للراجل الباد جاي، الشرير في الشركه؟
هو العلم كان يعني. كان كتير كده، لان الاتش ار كان زمان شكله اللي هو اولا شؤون افراد، ثانيا هو كانه الكرباج بتاع الاداره اللي هو بينفذ حاجات الاداره وبس، مع انه هو المفروض بيشتغل لمصلحه الناس. طبعا هو بيشتغل للمؤسسه بنفسها، واكبر قيمه وراس مال في الشركه والكابيتال بتاعنا كله هو البشر، هو الاستثمار الحي. فالاتش ار دلوقتي بنسميه بزنس بارتنر، هو دوره ان هو يشوف احسن وسائل يطلع احسن ما عند الناس عشان الشركه كمان تحقق كل اهدافها. والاتش ار الكويس بيعمل كده، وبيتخانق مع الاداره ويتخانق مع الناس ويهزر وينفعل ويطلع بافكار مبدعه عشان كل واحد يكسب، وين وين لازم كده. سؤالي الاخير بقى، لانه نفسي اسالك في حاجات كتير قوي. ينفع مفاهيم ومعايير الاداره العالميه العظيمه دي تتطبق على مؤسسات حكوميه معظمنا عارف مشاكلها وعارف تحدياتها؟ يعني انا كتير في حياتي قابلت رؤساء مؤسسات حكوميه يقول لي مش عارف اشتغل، متكتف، معايا ناس مش بيعرفوا يأدوا. لما يقول لك بعد كده تاني هتقولي له نقول الكلام ده في الاسم. لان واقعيا انا زي ما انت عارفه انا بشتغل كتير في عاده هيكله مؤسسات، اشتغلنا كتير جدا مع وزاره التجاره والصناعه، مع وزاره التعليم، مع التعليم الفني. كم الشباب اللي داخل في الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، اعاده هيكله هيئه التامينات، الشباب الصغير بيطلع بافكار زي الفل، والقيادات اللي عايز حاجه يعملها في ظل القوانين بيعملها. في 60 اليه جوه القوانين. بس الناس ما بتذاكرش، الناس بتستسهل. المواطن العميق اللي في النص ده لو بس يثق في المنظومه يحط كل ما عنده. لا طبعا، بالعكس انا عايز اقول لك المده اللي فاتت واللي احنا شايفينه في التغييرات اللي بتحصل في اجهزه حكوميه كتيره جدا، اسرع واكثر ثباتا واستقرارا من القطاع الخاص، ودي حاجه مبشره جدا. يعني انا اتمنى دلوقتي القطاع الخاص هو اللي توتالي شغال بدماغ الراجل الكبير. الحكومه ما بقتش كده، الحكومه بقت فعلا قيادات كتيره وناس بتشتغل وناس كتيره من القطاع الخاص المحترفين جدا. عمل مؤسسي حقيقي فعلا. يعني رغم كل الكلام المبهج المتفائل بتاعك، وده عنوان كتابك الاخير. أيوة، جميل المبهج برضه. امتى تقول مفيش فايده هدي استماره 6 لشخص؟ سمارة 6 دايما كنت بديها. وده كتابك التاني صح؟ اول كتاب دايما حاجتين. باتاجونيا التاني. تاني بالظبط. الاستمارة 6 اخلاقية. لو انا في مكان بيعمل اي حاجة غير اخلاقية يبقى انا همشي اكيد، ولو حد بيعمل حاجة غير اخلاقية ملوش مكان وسطنا خالص. والسبب التاني ان انا ما اكون مش قادر ادي في المكان، او الشخص ده هو احسن لعيب في الدنيا لكن لا ينسجم مع هذا المكان، مش لازم يكون وحش. وده اللي احنا بنحاول نعمل اعاده تدريب تحويلي، اعاده هيكله المؤسسه، نخلق فرص. لكن لو ما لقيناش في الاخر نقول له شكرا جزيلا، انك انت وجودك هيضرك هيضرنا. حلو. ومش عيب يعني. تاني برجع اقول هي دي ارزاق وكل حاجه. بس وجوده في المكان بيضره وبيضرنا، والمكان كله ما بينجحش يعني. ودي حاجه ممكن، لانه انا بسمع ناس كتير يقول انا ضد قطع العيش. وقطع اكتر قطع عيش بيحصل في حته لما اسيب حد جوه، يا اما تفاحه فاسده يا اما لا ينسجم ومش بيؤدي مش بيطلع قماش، فبيقطع عيش المكان كله. يعني في الاخر كلنا هنقعد في البيت، لكن اي حد ملوش لازمه جوه المكان بيضيعنا. كلام بيطلع قماش واقعي، بنحاول نكون واقعيين قد ما نقدر. جدا يعني. عايز اقول لك شويه كلمات خالد حبيب، خلطه الموهبه والشطاره والانجاز والنجاح وحاجات كتير. عايز اقول لك شويه كلمات وقولي وقعها عليك ايه في جمله. حتى تعريف الحب بالنسبه لك ايه؟ حياتي بقى. انا عاطفي زياده عن اللزوم، وكل حاجه رومانسيه جدا، و لازم كل يوم العيلة وصحابي والحاجات الأفكار الجديدة والناس، وما اقدرش أعيش من غير الكلام ده. زيادة عن اللزوم ساعات ببقى رومانسي زيادة في بعض الأوقات يعني. أنا بس نفسي أربط الناس العملية قوي عندها الجانب ده مظبوط يعني. أنا كنت عندي كتاب شعر قبل كده بالإنجليزي كله كنت بنصب بيه طبعا أيام الجامعة. بس لا يعني، لا من غير لحظة حب في حياة البني آدم أنت مش طبيعي، ما ينفعش. صدق. لازم برضه يكون عندك مجموعة كده، السند والظهر والحتة بتاعت الراحة كده، نطاق الراحة الحقيقي بتاع أي حد. صحابك بقى لهم كم سنة؟ لا احنا منهم ناس من المدرسة يعني، أنا وعلاء مثلا كنا في المدرسة وإحنا 5 سنين، فإحنا بقى لك داخلين على 50 سنة ما شاء الله. واو واو. لا not good. الشغل يعني متعة ورسالة. تعريفك للنجاح؟ أساسي وهعملها. والفشل؟ فشل منطقي وطبيعي وهيحصل، هنقوم منه مرة واثنين وثلاثة. الشباب؟ احاول اعيش موضوع الشباب لغايه دلوقتي، بلعب تنس واتحرك بقى، بس هو فعلا الشباب هو شباب الروح والقلب والاحساس. الوقت متمدد جدا حسب رغبتك. لو انت عايز تعمل فيه كل حاجه في الدنيا تعملها، او لو عايز تقول ان مفيش وقت هتقول. ايوه حسب مزاجك بالظبط يعني. انا بشكرك. انا اللي بشكرك بجد، انت نورت شغل عالي. ربنا يخليك. وميرسي. ربنا يخليك. وعايزك طول الوقت تبقى بتتابعنا وتعمل لنا اعاده تقييم كل شويه. لا ناس جميله. وبشكرك انت وفريق جميل، نورتونا الصبحيه. ثانك يو جدا. ميرسي جدا يا دكتور.